دعني أنتقل إلى تفاصيل الوضع الإنساني في السودان مع ضيفي الدكتور محمد موسى محمد توم، رئيس منظمة أطباء حول العالم. مرحبا بك مجددا دكتور، وما هي تفاصيل الأوضاع الإنسانية الآن في السودان؟ هنالك إصابات تتم على المستشفيات، هنالك أكثر من مستشفى خرج عن الخدمة ونحو ذلك، ما هي تفاصيل هذا الأمر؟ نعم أستاذي العزيز، الوضع الإنساني في السودان الآن نستطيع أن نقول أنه من أسوأ الأزمات الإنسانية التي مرت على العالم خلال العقود الأخيرة من هذا الزمان. هناك تعقيدات حقيقة في التقصي والتحري حول كثير من الأوضاع الإنسانية البالغة التعقيد الآن. على مستوى النظام الصحي في السودان حاليا نحن نشهد خروج أكثر من 60% من المؤسسات الطبية والصحية في جميع ولايات السودان عن الخدمة، إضافة إلى خروج ما يقارب 85% من المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة الخرطوم عن الخدمة. هناك احتياجات إنسانية ملحة جدا لإنقاذ الوضع الصحي في السودان. نحن نشهد كثير من الأزمات الموجودة الآن على مستوى النظام الصحي. نحن الآن في السودان ما لدينا الآن من أجهزة الرنين المغناطيسي فقط هو جهاز واحد، وصلت أجهزة رنين مغناطيسي أو أشعة مقطعية لكن لم تدخل إلى الخدمة. هناك عدد من حالات الوفاة حقيقة وصلت إلى 27 حالة وفاة كانت تحتاج إلى أجهزة تشخيص دقيق ولم تكن موجودة في وقتها من أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة المقطعية. هناك احتياج صحي في أدوية الأمراض المزمنة وأدوية مرضى الكلى ومرضى القلب. نحن شهدنا فقط في العاصمة الخرطوم خلال الأسبوع الماضي حالة وفاة لمريض قلب لم يجد الاحتياج الطبي من أجهزة من أدوية القلب. هناك أيضا حالتي وفاة في ولاية البحر الأحمر بسبب مشاكل تتعلق باحتياج لغسلات للكلى وبعض الاحتياجات الطبية المتعلقة بأدوية الكلى. هناك أيضا زارع كلى توفي في طريقه من ولاية سنار إلى ولاية القضارف بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض القرى والمناطق في ولاية سنار من مناطق الدندير والسوكي وسينجا إلى آخره. هناك كثير من تعقيدات الوضع الصحي التي تحتاج إلى تدخل عاجل حقيقة. نستطيع أن نقول أن ما يحتاجه إنقاذ الوضع الصحي الآن يحتاج إلى ما يقارب 2 مليار دولار، خاصة بعد الخسائر التي حدثت في الانهيار الذي تم للنظام الصحي في السودان جزئيا، والتي وصلت جملة خساراته إلى ما يقارب 11 مليار دولار، وفقدان لعشرات من الأجهزة الطبية، وأيضا سرقة العشرات من مخازن الدواء والمستهلكات الطبية. نعم، يعني هل هنالك نسمع بوجود قوافل إنسانية تأتي من هنا وهناك، جسور جوية لدعم الحقل الصحي ونحو ذلك، هل من مساهمات في هذا الجانب؟ هل رصدتم أي مساهمة من المنظمات الإقليمية والدولية أو حتى الدول الصديقة؟ نعم، ما نستطيع أن نقول من خلال تواجدنا في مناطق الطوارئ وحقل العمل الإنساني إن كان في العاصمة الإدارية المؤقتة في ولاية البحر الأحمر أو في متبقي ولايات السودان الست الآمنة، أننا رصدنا وتابعنا من خلال تواجدنا كثير من المخيمات العلاجية التي وصلت إلى السودان، أبرزها أتى من المملكة العربية السعودية. جملة ما وصل الآن هو 6 مخيمات علاجية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى بعض ما وصل من معينات طبية وأجهزة وأدوات صحية من دول تركيا وقطر في الأسبوعين الأخيرين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية وصلت من
من دولة قطر وأيضا من المملكة العربية السعودية، ساهمت بشكل جزئي في حل كثير من مشاكل النظام الصحي في السودان، لكن هناك احتياج إنساني حقيقي لإنقاذ الوضع الصحي في المناطق المتأثرة بأحداث الحرب. يقارب 12 ولاية الآن هي تحتاج إلى بعض الإسناد الصحي، خاصة الولايات المتأثرة أخيرا مثل ولاية شمال دارفور وولاية سنار. نستطيع أن نقول أن يقارب 90% من المؤسسات الطبية والصحية خرجت عن الخدمة، إضافة إلى فقدان العشرات من الأجهزة الطبية والمستهلكات الطبية والأدوية، وهذا بالإضافة إلى سرقة العدد الكبير من مخازن الأدوية وشركات الأدوية والصيدليات أيضا التي تأثرت بهذه الأحداث. حقيقة إيفاء المجتمع الصديق أو المجتمع الدولي عموما بشكل الاحتياج لإنقاذ الوضع الصحي في السودان لم يكن بالشكل المطلوب. هناك احتياج لما يقارب 2 مليار دولار لم يصل منها إلى الآن أكثر من 270 مليون دولار حسب ما رصدنا. الإيفاء بالالتزامات الإنسانية من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأجنبية والصديقة أيضا لم يكن بالشكل المطلوب. الآن الحديث يدور في لجان الطوارئ، وحسب ما هو متوفر من معلومات لدى المنظمات المحلية والمنظمات الدولية التي تعمل في إنقاذ الوضع الصحي، الوضع الإنساني عموما في السودان والوضع الصحي تحديدا، حول أن جملة الاحتياجات الإنسانية تقارب 4.5 مليار دولار. لم يتم الإيفاء بهذه الالتزامات الآن من خلال 4 مؤتمرات إنسانية عقدت حول العالم لإنقاذ الوضع الإنساني، ما وصل الآن لا يتجاوز 700 مليون دولار. نحن نتحدث حقيقة حول احتياج إنساني كبير جدا لإنقاذ كثير من المشكلات الصحية. صحيح أن هناك نداءات صحية أطلقت على الصعيد المحلي خاصة في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الآمنة، لكن لم يتم الإيفاء بكل الالتزامات المطلوبة لإنقاذ الوضع الإنساني. هناك ما يقارب 7 مليون مواطن سوداني الآن هم يجوبون ولايات السودان المختلفة، يحتاجون إلى تقديم المساعدة الطبية، خاصة بعد هطول الأمطار وتضرر كثير من الولايات والمناطق وتضرر كثير من مجتمعات النازحين. في 4 ولايات الآن هطلت فيها أمطار غزيرة جدا، هناك الآن وفيات تقارب 29 حالة وفاة، منها 27 في ولاية القضارف وحالتين في ولاية كسلة حسب ما ورد إلينا من معلومات بسبب الهطول الغزير للأمطار. نتوقع أيضا مزيد من الهطول والفيضانات خلال الأيام القادمة، وتحتاج هذه القضية إلى مزيد من التدخل الإنساني العاجل. نعم، شكرا جزيلا دكتور موسى محمد توم رئيس منظمة أطباء حول العالم على هذه الإفادات المؤلمة والأكثر إيلاما للأوضاع في بلادنا الحبيبة في السودان، هذه الدولة التي كانت ولا تزال تدرس لكثر من جيرانها بأنها سلة غذاء العالم، هي بهذا السوء الذي شرحه لنا الدكتور ضيفي داخل الأستوديو ربما